أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح. المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة، والنهاردة بشوفه يطلع للنور. إننا نسجل بالصورة دي الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية، عشان كده سميناها مدرسة المسيح. مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ، تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في المدرسة دي هندرس 12 كتاب، كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله. تقدر في المدرسة دي أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسم مستعار نيكنيم، وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشتات اللي انت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا، وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك، عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك. ربنا يقودك معانا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح. أحبائي، برحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. برحب بكم داخل استوديو، برحب بكم عبر شاشات التلفزيون. الحقيقة الأخبار اللي جاية لنا من المشاهدين مشجعة جدا 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 عن العدد والالتزام الهائل اللي أنتوا بتتابعوا به هذه المدرسة، ودي بالضبط كانت انتظاراتنا وأشواقنا، أن مش مجرد تحضر حلقة أو بتسمع عن موضوع، لكن زي ما دعوناكم في بداية هذه المدرسة أنك تكون تلميذ مستديم في مدرسة المسيح. يسوع قال كده: وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحقيقة لازم تغير حياتي، إذا ما غيرتش حياتي تبقى مش حقيقة، أو أبقى أنا ما فهمتهاش وما أدركتهاش بصحيح. في رحلتنا دي اتكلمنا عن معرفة الله، وقلنا إن ده العمود الفقري في كل المدرسة. الله يريد أن يعلن عن نفسه، لأني لما بعرفه على حقيقته بعرف يعني إيه أحبه وأثق فيه وأعيش معاه وأشهد عنه للناس. كمان اتعرفنا على إزاي ربنا بيحكم الخليقة، إيه القوانين اللي الله وضعها. الجهل بالقانون مش بيحميني من القانون، بالعكس، إني أعرف القانون وأحترمه هو اللي بيخليني أستطيع أن أعيش طبقا للقانون دوت. إذا تحديت قانون الجاذبية وقررت أني أطير، رقبتي أنا اللي هتطقطم، مش كده؟ القانون مش هيتغير. وكان ده الدراسة بتاعتنا، معرفة القوانين اللي الله بيحكم بيها الخليقة، ودي جاوبت على أسئلة كتيرة قوي عندنا، ليه وعشان إيه وإزاي ده بيحصل. الفصل اللي بعديه اتكلمنا عن معرفة الإنسان، أنا مين؟ الله صنعني على صورته، يعني إيه؟ أنا مين؟ مشكلتي الحقيقية إيه في الحياة؟ إيه التشخيص الإلهي لألم الإنسان ومعاناته اللي بيعيشها لغاية النهاردة من يوم ما خرج من جنة عدن؟ الباب اللي بعديه اتكلمنا عن الحل الإلهي، المسيح. المسيح الذي أرسله الله للعالم ببشرى الغفران ليشفي منكسر القلوب ويطلق المأسورين أحرار. اتكلمنا عن هو مين؟ لماذا جاء إلى العالم؟ وإزاي أقبله في حياتي عشان يكون رب ومخلص ليا شخصي؟ وبعدين اتكلمنا عن اختبار الحياة المسيحية اللي مبني على أن المسيح يعيش فيا بدالي. ما أموت مع المسيح عن نفسي، أحيا للمسيح بالمسيح لله. وقلنا أن ده الأساس الحقيقي لمفهوم العلاقة في العهد الجديد، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. بدون القاعدة الأساسية ديت كل حاجة تانية هتبدو مستحيلة. وبعدين اتكلمنا عن الروح القدس، عطية الله للمؤمنين. المسيح مضى وقال أرسل لكم المعزي اللي هيعيش فيكم وحيمكث معكم، اللي هيعطيكم القوة والمحبة والنصح اللي تعيشوا بيها ليا وتشهدوا كمان بيها عني. الجزء ده كان تقريبا نص رحلتنا في مدرسة
المسيح. النص اللي جاي هنبتديه بما نسميه مبادئ العلاقة. مبادئ العلاقة بمعنى وأنا عايش بالمسيح بعمل الروح القدس في حياتي، إيه المبادئ اللي بتحكم العلاقة دي؟ إيه المبادئ اللي بيها بعيش وأمارس هذه العلاقة؟ الكلام واضح جدا وصريح، الكتاب ما سبناش تايهين في رحلتنا، زي ما قال لي مين ربنا؟ أنا مين؟ إيه الحل الإلهي؟ إزاي أختبره؟ إيه القوة الممنوحة ليا؟ قوة الروح القدس؟ قال لي أعيشها إزاي؟ مرارا وتكرارا بولس الرسول وضح المبادئ دي بحيث ما حدش مننا يقدر يتوه عنها. بيقول ايه الكتاب؟ بيقول في ثلاث مبادئ أساسية لممارسة العلاقة مع الله. الفصل اللي بعديه هنتكلم عن كيفية الممارسة، لكن ده الفصل هنتكلم عن المبادئ اللي بنمارس فيها علاقتنا مع المسيح بقوة الروح القدس. الإيمان، المحبة، الرجاء، عواميد ثلاثة بتحمل العلاقة دي وتاخدني إلى أعماق هائلة في معرفة الله. زي ما تعودنا قبل ما بنسمع إيه الحكاية وإيه الموضوع وإيه الرواية، بنروح نسأل الناس أصحابنا خارج الاستوديو ده، وبعدين هنرجع نسألكم. خلي بالكم ليه وعشان إيه الكتاب بيتكلم عن الثلاث حقائق دول؟ ليه وعشان إيه إداهم أهمية كبيرة؟ ليه وعشان إيه بالذات التلاتة دول مش رابع ولا خامس ليهم؟ خلونا نسمع أصدقائنا وبعدين نرجع نسمع الكتاب ونسمعكم. مجد المسيح. مكتوب إن أساس العلاقة مع المسيح هو الرجاء والإيمان والمحبة، مش معنى التلاتة دول بالذات. هو أنا عشان أقدر أمشي مع ربنا لازم يكون عندي إيمان إنه فعلا موجود، وأقدر أتحرك معاه وأقدر أسمع صوته، وإنه أقدر أعيش معاه، لأن ما أقدرش أعيش مع المسيح من غير ما يكون عندي إيمان فعلا إنه موجود ويقدر يديني. الرجاء هو دايما أنا عندي رجاء في كل وقت إنه هيقدر يساعدني وهيعمل، ففي ترابط بين الرجاء والإيمان. والمحبة هو إنه لازم يكون هيكون في حياتي محبة، لأنه أول ما ابتدي أمشي مع المسيح بيغير حياتي ويخلي في قلبي محبة، فلو في قلبي محبة هقدر إنه أقدر أعمل بكلامه، لأنه هو كان بيقول دايما إنه من يحبني يعمل بكلامي. أنا شايفة إنه أهم حاجة في تلاتة إنه المحبة، أنا شايفة إن هما التلاتة زي المثلث، محبة بتبقى فوق نازل منها رجاء ونازل منها الإيمان. شايفة إنه لو علاقتي بربنا فيها محبة قوي، إنه هو الله محبة، فأنا هعرف قوي أثق فيه، هعرف إنه إزاي أؤمن بيه لدرجة كبيرة، هعرف إنه يكون عندي رجاء مش في الحاجة اللي أنا شايفاها بس في الحاجة اللي أنا مش شايفاها. أنا بحب المسيح بيبقى فيه رجاء، وبعد الرجاء بيبقى فيه إيمان، وأثق في المسيح قوي، بس هو دول المرتبطين ببعض قوي. أهم ثلاث حاجات في العلاقة مع المسيح: الشركة، الصلاة، الكلمة. هو يبقى فيه معرفة وإيمان ومحبة. أهم ثلاث كلمات: المحبة والإيمان والشركة. أعظمهن إيه في الثلاثة دول وليه؟ المحبة أعظمهن. المحبة المحبة أعظمهن المحبة، لأنه المحبة هي إنه هي أساس العلاقات كلها. لو أنا ما عنديش محبة وبعرف أتعامل مع الناس، يبقى كده يبقى أنا بتعامل مجرد إنه في مصلحة بيني وبين الشخص اللي بتعامل قدامه. أنا لما أحب المسيح أنا بيبقى عندي رجاء وبقى عندي إيمان، فحبي للمسيح هو اللي بيخليني دايما حاسة في رجاء بكرة أحسن من النهاردة. القداسة هي الركن الرابع للثلاثة دول. هو القداسة مش معناها، يعني أنا شايفة أنه لو أنا عرفت بجد أحبه، لو عرفت بجد أؤمن بالمسيح وعرفت أرجو فيه في الحاجات اللي هو بيعملها لي حتى لو أنا مش شايفاها، هيبقى جوه ذات نفسي في الحاجات اللي أنا بعملها، في حاجات تصرفات فيها قداسة. القداسة تعتبر ركن رابع، لأنه ربنا بيقول لنا بدون قداسة لن يرى أحد وجه الرب. فأنا بحب أقول إن العبارة دي بيبقى ليها تفسير، بحب أقول إيه؟ بالقداسة نرى وجه الله. القداسة دي خطوات، يعني عمق في الإيمان. القداسة دي حياة جهاد عشان أوصل للقداسة.
مش أول حاجة أتقدس، لا أنا لازم أنمو في الإيمان خطوة خطوة لحد ما أوصل للقداسة دي. الرجاء والإيمان إيه علاقتهم ببعض؟ حاسة أنه الرجاء هو أنا دايماً بحط في بالي أنه الرجاء ده مش لازم، يعني ممكن حاجة أنا نفسي فيها قوي بس مش شرط أن أنا أشوفها جاية الأسبوع الجاية أو السنة الجاية، بس أنا عندي رجاء جوايا وواثقة أن الحاجة دي هتحصل. بالرجاء ده هيكون عندي إيمان كافي أنه بالله أنه هيجيب لي الحاجة دي قريب أو بعيد. هل التلاتة دول واحدة بتقود للتانية؟ هل الإيمان بيقود للمحبة؟ المحبة بتقود للرجاء؟ هل المحبة بتقود للإيمان؟ هل الرجاء بيقود للمحبة؟ هل التلاتة دول واحدة بتؤدي فهم تلات سلالم واحدة بتوصل للتاني؟ آه ولا لأ؟ تقريبا متهيألي طب ايه الترتيب؟ ايه يعني رتبهم لي؟ الاولى ايه؟ اول حاجه بتبقى الايمان، ايمان، وبعد كده بادرك محبه الله ليا من خلال الايمان، فالمحبه بتؤدي بعد كده للرجاء. المحبه بتوديني للرجاء، انا معتقد التلاته مكملين بعض، يعني مش واحده بتوصل للتانيه، لا التلاته واحد، التلاته واحد، التلاته حاجه واحده اصلا، مش هما تلاته. عن نفسي انا كده هما يعني زي الثالوث كده، التلاته في واحد. مش كده بس، يعني لازم برضك، يعني انا بامن بيه وبحبه وعاوز عاوز منه. يعني واحده بتقود للتانيه ولا مالهمش دعوه؟ واحده بتقود للتانيه، واحده بتقود للتانيه، فانت موافق برضه ان واحده بتقود للتانيه، صح كده؟ طيب سؤال تاني، انتوا فاهمين ليه بنسال الاسئله دي؟ لان ده هتوضح ليه الموضوع دوت واحنا بنتكلم عن ايه. ليه القداسه مش فيهم ولا القداسه فيهم بس احنا مش واخدين بالنا؟ ليه القداسه مش فيهم؟ حسن زي ما واحده قالت برضو، انا لو حبيت ربنا قوي، لو امنت بيه، لو كان ليا رجاء فيه، هتبقى قداسه في حياتي، هتبقى حياتي مليانه يعني قداسه. يعني القداسه مش مبدا، دول مبادئ، القداسه مش مبدا مهم، هي مبدا بس حسن ما احب ربنا انا اوريدي هتصرف كده من غير ما افكر. فتبقى القداسه ايه في الحاله دي؟ نتيجه ولا نتيجة. مبدا حاسه نتيجه، نتيجه القداسه نتيجه ولا مبدا؟ نتيجه ولا مبدا؟ مبدا مش كده؟ نتيجه، نتيجه ولا مبدا؟ لو مبدا نحطها، لو نتيجه من ايه ما نحطهاش. هي معاهم ولا مش معاهم؟ خلينا نقرا الايات اللي كتبها بولس ومن ساعات، وعايزين نفهم ليه الكتاب حط المبادئ دي، ايه علاقتها ببعض، وليه القداسة ما تحطتش معاهم على قدم المساواة. دي الحلقة بتاعتنا النهاردة، خلينا نقرأ مع بعض الكتاب بيقول ايه في كورنثوس الأولى 13-13. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، لكن أعظمهن المحبة. ليه؟ وده السؤال الثالث اللي سألناه للناس وهنرجع ليه دلوقتي. ليه أعظمهن المحبة؟ لو هما الثلاثة دول واحدة بتقود للآخر، يبقى الخطوة الأولانية هي إيه؟ هي المحبة. بس أنت قلت لا، ده الإيمان. يبقى ليه أعظمهن المحبة لو الثلاثة دول ما لهمش علاقة ببعض؟ ولو الثلاثة دول واحدة بتقود للتانية وأعظمهن المحبة، يبقى المحبة هي الدرجة الأولانية. كده ولا في إجابة تانية خالص ملهاش دعوة باللي احنا بنقوله ده؟ بولس بيكتب لكولوسي وبيقول لهم سمعنا بإيمانكم بالمسيح، دي أهم ثلاث حاجات تهمني، سمعنا بإيمانكم بالمسيح ومحبتكم لجميع القديسين. الترتيب هنا زي ما انت رتبت، واخد بالك؟ بس الترتيب في ذلك ما كانش زي ما انت رتبت، صح كده؟ سمعنا بإيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. فبرضو بيركز على ثلاث كلمات واضحة جدا هنا أيضا بولس. تسالونيكي، بصوا
كنائس مختلفة وبيذكر نفس الحقائق بدون ما يتضايق منه بيكرر نفسه. ليه؟ لأن بيكتب ده الكورنثوس، بيكتب ده الكلوسي، وبيكتب ده دلوقتي الايه؟ للتسالونيكي. 1-3 متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، وليه ربط الإيمان بالعمل؟ تعب محبتكم، وليه ربط التعب بالمحبة؟ وصبر رجائكم، وليه ربط الصبر بالرجاء؟ التلاتة دول مين؟ عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجائكم، ربنا يسوع المسيح. هنرجع لها الآية دي لأنها جميلة جدا وبتشرح إيه الارتباط ما بين التلات كلمات دول بعضهم. ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا. تاني تسالونيكي 5-8 فلنصحوا في آخر الرسالة دي، فلنصحوا لابسين. عايز تخلي بالك من ثلاث حاجات مهمة، لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. نفس الثلاث كلمات تاني. ليه بولس بيأكد على الثلاثة دول مرارا وتكرارا؟ وليه ما حطش معاهم القداسة؟ مرات بنسمعه بيتكلم عن المحبة والإيمان بس، زي في تيموساوس لما بيقول له غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر وإيمان بلا رياء. مرات كتير بيتكلم عن الإيمان والرجاء، بيتكلم عن الإيمان والمحبة، بيتكلم عن المحبة والرجاء، ومرات بيجيب لنا التلاتة مع بعض زي المجموعة اللي احنا قريناها مع بعض دول. ليه التلاتة دول هم وحدهم مبادئ ممارسة العلاقة؟ وليه أعظمهن المحبة وليه القداسة مش فيهم؟ حلو كده؟ دي التلات أسئلة اللي احنا سألناهم وعايزين نحاول نجاوب. اسمحوا لي أحاول أجاوب، وبعدين إذا أنا مش عاجبكم الكلام اتخانقوا معايا، ربنا قال هلما إيه نتحاجج. خلي بالكوا من اللي جاي دوت. التلات حاجات دول تلات كلمات مفتاحية لتلات مناطق غير بعض في الحياة، كل واحدة منهم أهم حاجة في المجال بتاعها. فاحنا بنتكلم عن ثلاث مجالات مختلفة في علاقتي مع ربنا. الكلمة الأولانية اللي هي الإيمان هي شرط العلاقة مع ربنا. احنا قلنا دي مبادئ الايه؟ مبادئ العلاقة، مظبوط؟ الإيمان هو شرط العلاقة، الشرط المطلق للعلاقة مع ربنا، وهنشرح ليه. المحبة هي الوصية، الوصية هي العلاقة نفسها. الرجاء هو الأمل اللي بعيش بيه. خدت بالكم من الحكاية دي؟ هو أعظم أمل بعيش بيه وبيدفعني في الحياة. فإذا إحنا بنتكلم عن ثلاث مجالات مختلفة، كل كلمة منهم هي العظمى في دائرتها. فأنا بتكلم عن ثلاث دوائر، هنرسم الرسمة دي بعد شوية. ثلاث دوائر، الثلاث دوائر دول ملامسين بعض، في علاقة بينهم من بعض، وده اللي قالكوا كتير، في علاقة بينهم من بعض. بس هي دي بتجيب دي ولا لأ؟ هو في علاقة، هنلاقيهم داخلين في بعض التلاتة دول. لكن التلاتة دول كل واحدة منهم كلمة في مجالها المختلف. نشرح الأولانية. الإيمان هو مطلق الشرط في العلاقة مع ربنا. ليه؟ لأن العلاقة مع ربنا مبنية على النعمة. ربنا بيديني حاجة أنا ما استاهلهاش. أنا للحاجة دي إزاي؟ من الإيمان. واحد جايب لي هدية وما عنديش تمنها، والطريقة الوحيدة أن استمتع بالهدية دي أن أنا أعمل إيه؟ أصدق وأخدها. كويس؟ إذا ما صدقتش وخدتها الهدية دي مش هتبقى معايا. فالعلاقة مع ربنا مبنية على النعمة. الطريقة الوحيدة اللي تقدر بيها تستفيد بالنعمة هي الإيه؟ الإيمان. عشان كده بيقول الكتاب وصراحة الآية دي، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ليه؟ لأن الذي يأتي إلى الله لازم يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبوا، أنه موجود وبيتفاعل معانا. لو أنا مش مصدق أن ربنا موجود وأنه لما أكلمه حيرد عليا، هتبقى في علاقة؟ فالعلاقة دي مش هتمارس، مش هتبقى موجودة بيني وبينه من غير ما أصدق. ليه؟ لأن العلاقة دي نعمة وأنا بمارسها بالإيمان. شايفه؟ لا مش شايف ربنا، بس برغم اني شايف ربنا عارف ان هو موجود. فبدون ايمان مش هعرف اعيش معاه لاني مش شايفه، ولان العلاقة دي مبنية على الايه؟ على النعمة. اذا
الإيمان هو شرط العلاقة مع ربنا. بمعنى آخر إذا جيت قلت إن في كاميرا مثبتة وبتصور حاجة، إذا أنا ما جيتش حطيت نفسي في بؤرة العدسة بتاعت الكاميرا دي، هطلع في الصورة؟ مش هطلع. فالشرط عشان أطلع في الكاميرا دي إني أكون في بؤرة الصورة. إذا طلعت براها الكاميرا مش هتجبني. فالإيمان هو the condition، الحالة اللي أكون فيها عشان أقدر أمارس العلاقة مع ربنا. بدون إيمان لا يمكن التعامل مع الله، لأن اللي عايز يتعامل مع ربنا لازم يصدق أنه موجود وأنه بيعمل إيه؟ بيرياكت، بيتفاعل معايا. لو كلمته هيعمل إيه؟ هيرد عليا. لو مديت إيده هيمد إيده. لو اقتربت إليه هيعمل إيه؟ هيقترب إليا. لو موجود بس مش هيسأل فينا مش هينفع. فإذن الإيمان هو مفتاح الشرط للعلاقة مع ربنا. المحبة مطلق تاني، مطلق. فالإيمان مطلق الشرط، الحب مطلق حاجة تانية، مطلق الوصية، the law، مطلق الوصية. لما سألوا المسيح إيه هي الوصية الأولى والعظمى، تلخص الناموس كله في إيه؟ الوصايا. مش بتكلم عن الشرط، بتكلم عن الوصية. القانون إيه؟ إيه هي القانون؟ الآيات اللي جاية بتقول لنا بمنتهى الصراحة المحبة هي الناموس، هي تكميل الناموس، هي أن لا أصنع شرا بالإنسان. نقرأ الآيات ديت مع بعضها. يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ الناموس يعني the law، القانون. فقال له يسوع تحب رب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. إذن الوصية عبارة عنك إيه؟ تحب. ليه الوصية هي أنك تحب؟ لأن العلاقة عبارة عن إيه؟ عن حب. فلو أنا داخل في علاقة مع ربنا، الحب هو العلاقة، هو الإيه؟ هو العلاقة. شرط العلاقة الإيمان، لكن العلاقة نفسها هي إيه؟ هي حب، إن يحبه ويحبني، إن أديله نفسي وهو يديني نفسه، مش كده؟ إني أحب قريبي، إني أنا أحب قريبي وهو يحبني، فأنا أبقى فيه وهو يبقى فيه. فتكميل الناموس كله والأنبياء يتعلق بكلمة واحدة هي الحب. يبقى ده الشرط، لكن دي الإيه؟ دي العلاقة نفسها، ده مضمون العلاقة. شرط العلاقة الإيمان، مضمون العلاقة، جوهر العلاقة، طبيعة العلاقة مع ربنا هي إرضائه. لا، هي أن أحبه، هي أن أحبه. العلاقة هي الحب نفسه. المحبة لا تصنع شرا بالقريب، المحبة هي تكميل الناموس. المحبة أني أعمل أني أتصرف صح، كل التصرفات الصح تتلخص في كلمة واحدة، انك تحب، مش كده؟ لما تحب حد تأذيه، لما تحب حد تتمنى له الشر، لما تحب حد ما تبقاش عايز تقابله وتشوف خلقته لما تحب حد ما عايز تشوفه وتتمنى له الخير وتصنع له الخير. فكل العلاقات الصحيحة تتلخص في كلمة اسمها ايه؟ تحب. فهي الناموس، هي العلاقة، هي الوصية. أما غاية الوصية فهي المحبة. غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر. الرجاء دايرة ثالثة. الدايرة الثالثة دي هي مطلق الأمل اللي بنعيش به، مطلق الأمل. الدنيا هنا حلوة يا أولاد؟ مش قوي. كل يوم بنقرا الجورنال، ده مات وده عيه وده ضرب ده وده قتل ده وده سرق ده وده نهب ده، مش كده؟ اكيد ربنا ما خلقناش عشان نعيش الدنيا دي، مع اننا فيها بننبسط بربنا وبستمتع بيه وبستمتع باخواتي عيلته، لكن مش حلوه، مليانه الام واوجاع، مش كده؟ بفقد حبيب، انا بعيا، بشوف شر حواليا بيصنع بيا مأساة يوم، صح كده؟ اكيد مش دي السعاده. احنا عندنا عربون، لكن الحياه الحقيقيه اللي ربنا خلقنا عشانها فين؟
فوق فوق فوق. ده الرجاء، ظهور مخلصنا يسوع المسيح، فداء أجسادنا، السماوات الجديدة، الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر، مكان الراحة الأبدي، مكان السعادة الكاملة. ده الرجاء، صح كده؟ ده الرجاء. الرجاء ده حاجة تانية. بالإيمان أنا كأني شايف ربنا فعارف أتعامل معاه، بالحب قادر أمارس العلاقة معاه. الرجاء ده بيساعدني أني أنا أصبر وانتظر واحتمل ظروف الحياة اللي أنا بعيشها. بولس بيقول كده، أني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. بيقول إيه كمان؟ ليس ذلك فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، وحنجلها حالا ديت لما نتكلم عن الرجاء، عندنا باكورة الروح، عندنا الروح القدس، نحن أنفسنا اللي عندنا الروح القدس وممتلئين بالروح القدس وبنعيش في عشرة مع ربنا، نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجساد. إحنا مش مبسوطين على الآخر، عايشين مع ربنا ومختبرين وبنلمسه وبنحس بيه وبنفرح بيه، بس إحنا بنئن. الدنيا مليانة ألم، صح؟ عايز إيه يا بولس؟ عايز فداء جسدي، عايز السماوات الجديدة، عايز أرض الجديدة، عايز أرى وجه الوجه، عايز أعيش الحياة للآخر اللي هو صنعها لأجلي وصنعني لأجله. واضح؟ يبقى إذا أنا بتكلم عن ثلاث حاجات غير بعض، الإيمان هو الشرط، الحب هو جوهر العلاقة، الرجاء هو الأمل الكبير اللي يخليني عارف أجري في حياتي، الأمل الكبير اللي يخليني أحتمل ظروف الحياة وأصبر إلى المنتهى. رومية 8:25، إن كنا نرجو ما لسنا ننتظره نتوقعه بالإيه؟ بالصبر. إيه اللي يديني صبر؟ إيه اللي يديني احتمال؟ إيه اللي يديني أمشي من غير ما أتعب وأركض من غير ما أعيا؟ يعني في حاجة كبيرة مستنياني، يعني حاجة تستاهل مهما حصل هنا في الدنيا إني أحتملها بالصبر. خلي بالكوا، إذا بنتكلم عن التلاتة دول، تلات دوائر مختلفة في حياتي، كل واحدة هي مركز الدائرة ديت. إيه اللي بيربط التلاتة دول مع بعض؟ عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجائكم. بص، التلاتة دول، الإيمان يخليني أعمل، صح؟ المحبة تخليني إيه؟ أتعب وأعطي وأبذل، مظبوط؟ الرجاء يخليني إيه؟ أصبر وأحتمل. إيه المشترك في التلاتة دول؟ ربنا يسوع المسيح. أنا بصدق في مين؟ بيه. أنا بحب مين؟ بحبه هو. رجائي هو مين؟ إن هو يجي ياخدني، صح كده؟ فالتلاتة دول داخلين في بعض عن طريق إن بيدوروا حوالين هو مين. افتكروا لما قلنا مين ربنا، هو ده موضوع دراستنا الرئيسي، من هو الله. لما قلنا حتى لما جينا نتكلم عن باب المسيح، قلنا أهم حاجة المسيح عملها في الأول قبل الفداء وقبل ما يترك لنا مثالا أنه كان يتبع أسرى خطواته، إنه ورانا مين ربنا، صح؟ مين ربنا. كل حاجة صحيحة بتدور حوالين شخص الله. اتفقنا على الشعار ده مرات كتير قوي، It's not about me, it's about him. كل شيء أهم هو مش أنا، أنا بدور من حوله، وكل ما بدور من حوله بعرف أعيش، وكل ما بدور حوالين نفسي بغرق في نفسي. اللي يربط الإيمان والمحبة والرجاء ربنا يسوع المسيح، هو موضوع الإيمان، هو قصة الحب، هو الرجاء المبارك اللي أنا بعيش به، إنه رجائي إنه يأخذني لأكون معه كل حين في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. مرة تانية هنا، لأعرفه قوة قيامتي، شركة آلامي، متشبها بموته. ليه ده كله يا بولس؟ لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. بترجمة أخرى، على رجاء قيامة الأموات. فأنا ماشي السكة ديت وعندي رجاء عظيم بيخليني أعرف أكمل السكة دي كلها. طيب، ليه أعظمهن المحبة؟ ليه في الحتة دي في كورنثوس الأولى 13 بيقول أعظمهن المحبة؟ بيقول بقيتها وبيوضح ليه أعظمهن المحبة، لأن لما أمشي من هنا، لما أمشي من هنا الإيمان هيبقى إيه؟ بح، هنبقى بالعيان، صح؟ أنا هنا مش شايف، لكن هناك هبقى شايفه، صح كده؟ هيبقى في إيمان في السماء؟ لا. طيب، هيبقى في رجاء؟
الرجاء تحقق. ايه اللي هيفضل معايا من الثلاثة دول لما بنتقل من العالم ده وعيش مع ربنا؟ ايه؟ المحبة. واضح؟ فهو شرح نفسه الراجل. كده مش بيقول لنا كده بين هنا ايه؟ انتوا بقى خمنوا يا اولاد، شوفوا انتوا بقى ليه، يلا يا شطار اتشطروا. بيقول لنا السبب ليه اعظمهن المحبة، لان المحبة هي اللي ستبقى معنا الى ابد الابدين. اما الان يثبت الايمان والرجاء والمحبة. ليه؟ لان واحد واثنين لما اروح هناك مش هيكونوا معايا هناك. طيب طيب، يبقى في واحدة منهم بتقود للتانية؟ دول ثلاثة غير بعض، مش كده؟ مربوطين ببعض، مربوطين ببعض، مربوطين بشخص ربنا يسوع المسيح. جاوبنا على الأسئلة؟ فرصتكم تعترضوا وتتخانقوا وهلما نعمل ايه؟ نتحاجج يقول الرب. لو في حاجة مش واضحة، لو في حاجة مش مفهومة، لو كلام دوت مش ما يتطبقش عمليا، من فضلكم ده وقتكم. سؤال. في بداية الحلقة انت حضرتك سألت سؤال ايه الاول من التلاتة، وانا قلت لك ان هما التلاتة بيكملوا بعض. بس انا عاوز اسأل سؤال، لو في حاجة ناقصة من التلاتة في شخص، يعني انا مثلا شخصيتي في حاجة منهم ناقصة، اعمل ايه العلاج اللي اعمله عشان خاطر اعرف اكمل حاجة؟ سؤال جميل قوي. اذا انا محتاج التلاتة، وزي ما قلنا بيكملوا بعض، مظبوط، لانهم زي تلات دواير مختلفة، مفيش حاجة هتحل محل التانية. ما ينفعش ان انا ابقى مؤمن بس مش بحب ربنا ومش بحب الاخوة عشان وحشين، ها؟ صح؟ ينفع؟ ما تنفعش. لو انا حاجة منهم مش موجودة في حياتي، الرجاء مش موضوع في بالي خالص، واقع مني، مظبوط؟ لو الايمان مهزوز وبحب ربنا وبحب الناس، لكن الايمان ده ضايع مني، همشي اعمل ايه؟ همشي اعرج، صح كده؟ همشي اعرج. لو انت عندك فيسبا على تلات عجلات، مظبوط؟ وواحدة ضربت، تعمل ايه الفيسبا بتاعتك؟ تبقى لازم تبقى رجوز عشان خاطر تعرف تمشي على، صح كده؟ مظبوط؟ وده اللي حصل في حياة ناس كتير قوي مننا، ان التلاتة دول مش موجودين بطريقة متكاملة بيكملوا بعض في حياتي. واحدة منهم رايحة خالص، او واحدة منهم نص كم قوي، وبالتالي بلاقي حياتي مش موزونة، مش كده؟ بلاقي حياتي مفيش واحدة هتحل محل التانية في علاقتي مع ربنا. عشان كده دي الدراسة بتاعتنا، اني عايز اتأكد ان ايماني انا فاهمه صح وبعيشه صح مع ربنا، ان المحبة هي موضوع العلاقة اللي انا عارف اعيشه مظبوط مع ربنا، ان الرجاء واضح امام عيني ومليني عشان يديني الصبر اللي اجري بيه في طريقي مع المسيح. انا جاوبتك؟ سؤال تاني. طب ايه علاقة القداسة بالتلات اعمدة اللي احنا بنتكلم عليهم؟ ده انت صاحية، ده انت واخدة بالك، ده انت بتعديلي، اشكرك. ايه علاقة القداسة بكده؟ افتكر انتوا جاوبتوه اجابة جميلة قوي. هل القداسة مبدأ ولا نتيجة؟ نتيجة. مش كده؟ ما حطهاش مع المبادئ. ارادة الله قداستكم، بيقول بولس، مش كده؟ outcome، النتيجة بتاعت الحياة تبقى فيها قداسة. ايه اللي بيوجد القداسة في حياتي؟ التلاتة دول، صح؟ ايماني بربنا ما بيخلينيش اتزعزع، محبتي ليه بتخليني مش عايز ازعله، رجائي في الحياة الابدية، بيقول الكتاب كل من له هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. تخيلوا، فالرجاء بيطهرني، المحبة بتقدسني، الإيمان بيثبتني في ربنا. فالقداسة هي نتيجة التلاتة دول، وهنشوف دلوقتي ده ازاي بيحصل. واحنا بندرس واحدة واحدة فيهم، بنشوف ازاي الإيمان بيقودني للقداسة، بنشوف ازاي المحبة بتقودني للقداسة، هنشوف ازاي الرجاء بيقودني للايه؟ للقداسة. وده لازم أكون فاهمه. تقدسوا، يعني اعمل يا رب، يعني ابقى كويس ازاي؟ يعني فهمني، اراده الله قداسه، يا اولاد لازم تعيشوا حياه مقدسه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعيش الثلاثه دول. دي المبادئ اللي تولد القداسه وتحافظ عليها
وتخليني أمشي في طريق القداسة. أراجع إيماني وراجع محبتي وراجع رجائي. إذا التلاتة دول مبنيين في حياتي هلاقي على طول عارف أعيش القداسة. القداسة نتيجة وليست مبدأ. سؤال تاني. طب التلات حاجات دول بس يقودني نتيجتهم القداسة؟ مفيش نتيجة تانية غير القداسة؟ مفيش حاجات تانية مع القداسة؟ هنيجي طبعا في حاجات تانية لكن دي الحاجة الرابعة الكبيرة اللي دايما منلخبطها وعشان كده سألناها، لأن ناس كتير فاهمة إن في مبادئ العلاقة بتاعتي إني أنا أتقدس. أعملها إزاي؟ فبطل من نفسي حاجة، دي نتيجة مش دور بعمله، مظبوط؟ لكن الإيمان والرجاء والمحبة ده دور عليا، دي وصية بيوصيني بيها، إنك تؤمن، إنك تحب، إن تحط عينك على الرجاء، لأن دول اللي هيولدوا قداسة. بس مش بس هيولد قداسة، هيولد شبع، هيولد شهادة، هيولد حاجات كتيرة. كل واحدة منهم وإحنا بناخدها هنتكلم بتعمل إيه في حياتي، إزاي ده بيؤثر في علاقتي مع ربنا، إزاي المبادئ التلاتة دول التلات مفاتيح اللي فيها بعرف أعيش مع ربنا الرائع والجميل ده، الحياة الجميلة اللي دعاني إليها. سؤال تاني. طيب احنا قرينا الآية اللي هي بتاعت عمل الإيمان. أيوة. والتعب المحبة. انا ما حفظتهمش قوي، هجيبها لك حضرتك. اهي عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء. طيب ايه علاقتهم بقى كل واحدة من ليه اختار الكلمة دي مع دي وكلمة دي مع دي؟ انت رأيك ايه؟ في علاقة ولا هبهزر ده كده؟ انا اي حاجة خبطهم في بعضهم. لا هي اكيد مش اي حاجة خبطة. اكيد مش اي حاجة عشان ده كلام ربنا، صح كده؟ لا. ولا لان في منطق؟ حد شايف منطق يربط التلاتة دول مع بعض؟ ايوة ممكن. حاسة ان المحبة دايما متعلقة بالتضحية، فمتعلقة بالتعب. بالظبط. لما تحب حد بتتعبيله، مظبوط؟ المحبة بتخليك تخدمي، والخدمه تعب وعرق، مظبوط؟ ايوه. ورجاء لازم اصبر، هستنى. والرجاء بيديني صبر لانه بيديني حاجه هتحصل كويسه فاستحمل، معلش الغلب، مظبوط؟ كويس. الايمان مش عارفه ليه الايمان ربطه بالعمل، مع ان المفروض الايمان ده حاجه هيمنيه كده ملهاش دعوه بالاعمال، ودايما نتخانق هو بالايمان ولا بالاعمال، فليه لما ربط الايمان ربطه بالعمل؟ صح كده، مع ان يبان دايما العمل والايمان عكس بعض، مظبوط؟ بولس لخبطنا خالص كده ودخل العمل في الايمان، مظبوط ولا حلها؟ ايوه. هو غالبا يعني من الكلام انه هو ده بيكمل ده، يعني انا يعني العمل بيكمل الايمان، الايمان ناقص ونكمله بشويه اعمال. لا امال. لا يعني العمل ناقص ونكمله بشويه ايمان. لا ده بيوري ده، يعني مين بيوري مين؟ ايماني بيوري عملي. لا أيوة. عملي بيوري. ايوه ربنا. طب انتوا فهمتوا؟ هي قالت صح، بس عن مين قال الحكايه دي؟ مين ربط الاثنين مع بعض وقالها بالظبط زي ما هي كانت عايزه تقولها بس لخبطتها؟ يعقوب قال ايه؟ قال ايمان بدون اعمال ميت، يعني مش حقيقي، لان الايمان الحقيقي يعمل ايه؟ يعمل. الايمان يعمل لما صدق اخد خطوه، لو ما خدش خطوه بقى انا ايه؟ مش مصدق. تعالى تعالوا إلي، أنا مصدق إنك حلو قوي وإنك هتريحني، بس مش 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 هروح. يبقى مش مصدق، مظبوط؟ مصدق معناه أروح وارمي نفسي. فبيقول كده يعقوب، بيقول عبارة جميلة جدا، بيقول أرني إيمانك بدون أعمالك، تقدر؟ تقدرش. وأنا أريك بأعمالي إيه؟ إيماني. فاحنا دايما نتخانق ان الايمان حاجه والعمل حاجه، لا لا، بولس بيقول بالعكس، دي حاجه واحده، بس مين بيجيب التاني؟ العمل بيجيب الايمان؟ لا، الايمان الحقيقي بيولد عمل حقيقي. بيقول كده الكتاب الايمان العامل بالمحبه، الايمان العامل، عمل الايمان، وده هنجيله على طول في الحلقه الجايه لما نتكلم بالتفصيل عن الايمان. اشكرك. سؤال كمان.
هو سؤال غريب شوية. لا لا تفضل هنا يعني كل حاجة شيء مصرح بيه. بشوف ناس كتير بتقول اللي عشان مبادئ العلاقة يبقى علاقتي مع ربنا حلوة لازم اللي أنا أكون مثلا بدفع فلوس مثلا في الكنيسة بعمل بروح مثلا يبقى خدمتي هي يعني بيفصلوا مش ثلاثة دول مش إيمان ومحبة والأعمال والرجاء. قلنا غيرهم كده لسه كده بيقولوا مثلا الخدمة اللي أنا أدفع وأشوف في الكنيسة كتير الفلوس كتير تدفعها في الكنيسة اللي أنا مثلا أروح هنا وأروح هنا وأطلع مؤتمرات وأعمل كده وأطلع مؤتمرات يعني حاجات كتير أوي بيقولوها يعني أنت حضرتك فصلت لي الثلاثة دول أنا يعني ركزت عليهم أنا كتير أوي بيسألوني السؤال دوت يعني ما فهموش كويس أوي. عندنا آيات بتقول كده من مبادئ العلاقة مع الله الذهاب إلى المؤتمرات من مبادئ العلاقة مع ربنا دفع العشور. دي مبادئ ولا دي ممارسة؟ لازم نفرق. دي فايدة المدرسة بتاعتنا بنشرح الحاجات من بعضها. زي ما قلنا ليه القداسة مش موجودة معاهم؟ لأن القداسة مش مبدأ. القداسة إيه؟ نتيجة. لما بفصل الحاجات عن بعضها ليه ما حطناش الصلاة مثلا؟ طب ما ده سؤال مهم قوي. ليه الصلاة مش من مبادئ العلاقة؟ سؤال يعني زي ما انت بتقول كده الصلاة فين الصلاة؟ يا لهوي ازاي نسينا الصلاة؟ الباب الجاي على طول هو الصلاة. لكن ليه 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 ليه, ليه ما حطناش الصلاة مع الإيمان والرجاء والمحبة؟ ايوه لانه ممكن تكون الصلاه ممكن ندرجها تحت المحبه لان انا ما بحب واحد بكلمه فالصلاه هي يعني حوار ما بيني وبين الله مش تحت الايمان تحت المحبه بس لا يعني تابعه للمحبه او اما انا ما بصلي مش تابعه للايمان يعني وانا بصلي مش محتاج ايمان محتاج احب بس لا واصلي بايمان طبعا لان لازم أؤمن. يعني الصلاه مرتبطه بالايمان ومرتبطه بالمحبه مش مرتبطه بالرجاء بتعبر عن الرجاء كمان بتعبر عن الرجاء كويس. طيب ليه ما حطيناهاش معاهم ما دام هي مرتبطه بيهم؟ هي نتيجه ولا هي ايه؟ لو حطيناها عنوان هنقول الصلاه هي ايه؟ هي ممارسه العلاقه. هي ممارسه العلاقه صح. انا بحبك وبثق فيك اروح اعمل ايه؟ راح احكي معاك. فدي ممارسة العلاقة كويس. فالعشور والخدمة والصلاة والحاجات دي ممارسة. دي مش مبدأ ده فعل مش مبدأ. خلت بالكم من ثلاث حاجات. أنا عندي ثلاث مبادئ الإيمان والرجاء والمحبة ودايما بولس لما حطهم إيه مع بعض كده منشت كده صح كده زي الآيات اللي احنا قريناها لأن دي المبادئ اللي منها بتخرج الايه الممارسة اللي منها بتطلع الخدمة اللي بتطلع نتيجتها القداسة اللي بتطلع منها اني اروح وصلي اقعد مع ربنا مظبوط. ففي فرق كبير قوي بين المبدأ وبين ممارسته. في الفصول اللي جاية هنتكلم عن ازاي امارس العلاقة مع ربنا بناء على المبادئ الثلاثة دي الإيمان والرجاء والمحبة. طب ما برضك بيقول الوصايا 10 يعني كل واحد بيتكلم بالكلام المقدس على الوصايا 10 يقول لك اكرم اباك وامك ومش عارف حاجه مظبوط. يعني الوصايا العشرة ديت مطلقها ايه؟ اتلخصت في ايه؟ في اني واحده في الثلاثه؟ في المحبه. فقلنا المحبه مطلق الايه؟ الوصيه اللي هي الوصايا العشرة صح؟ العشر وصايا دول لو خلصتهم تحب رب الهك تحب قريبك كنفسك يبقى صح؟ صح؟ لان الثلاث اولانيين بيتكلم عن ربنا والسبعه الاخرين بيتكلم عن الاخرين صح كده. فالمسيح قال كل الوصايا مش بس الوصايا العشرة كله يتلخص تحب رب الهك وتحب قريبك. فلو تحب رب الهك مش هيكون لك آلهة اخرى امامه وهتحفظ يومه عشان تقدسه وتستمتع فيه بيه وهتكرم اباك وامك ومش هتقتل مش هتزني مش هتشتهي مش هتعمل كل ولا حاجه وحشه. فالوصايا ملخصها الايه؟ المحبه. الشرط في العلاقه مع ربنا ملخصه ايه؟ الايمان. الامل اللي بعيش بيه ملخصه هو ايه؟ الرجاء. بالتلاتة دول بعرف امارس علاقة مع ربنا حقيقية. بعرف اصلي زي ما هنيجي نتكلم عن الصلاة. بعرف اخدم ربنا. بعرف اعطي. هنتكلم عن العطاء وروعة العطاء. مبني على التلاتة دول. مبني على ايه؟ على التلاتة دول. لو التلاتة دول مخوخين في حياتي هعرف اصلي؟ هعرف اخدم؟ هعرف اعطي؟ مش هعرف اعمل حاجة خالص.
أشكركم عشان أسئلتكم، أشكرك عزيزي المشاهد عشان متابعتك لنا هذه الحلقة من مدرسة المسيح. تعرفون الحق والحق يحرركم، والمسيح بيتحداك تعالى وأنا أعلمك، افتح الكتاب وإقرأ وأنا حفهمك. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح، رب معكم ويبارككم. أمين. مدرسة المسيح. عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة ديت اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت، تحل الامتحانات الموجودة وتبعت لنا الأسئلة اللي أنت مش فاهمها. أنا عارف أن المدرسة دي بتثير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك، وإحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك أنك تعيش للرب بكل قلبك. أمين.